الأستاذ أحمد سرار، أنت كذلك من طاقم هذه المؤسسة النموذجية، كيف تعيشون في هذه المؤسسة؟ نعيش في هذه المؤسسة كالإخوة، نرى أن التلاميذ كأبنائنا، ونرى طاقم الأساتذة كإخوتنا، ومديرنا كأبنا أو كأبنا، ونتعامل مع التلاميذ هنا برفق وحنان، لأن بعض التلاميذ يفتقر لي أحد أفراد العائلة كالأب، وأحدهم يفتقر لي الأم، وأحدهم يفتقر لي مثلا نقول أنه مثلا معاق أو شيء من هذا القبيل. وهنا نرى أن الطاقم إذا لم يكن متعاونا أو متآزرا مع بعضه البعض، لا يكون هنا نوع من التجاذب والعمل فيما بين أفراد هذه الطاقم التربوي. ونرى الطاقم التربوي وهو أسرة مكونة كأسرة مكونة من الأب والأم وأفراد العائلة. هل في تصورك سيد الكريم أن العلاقة عندما تكون طيبة بين الأستاذ والتلميذ تكون نتيجة طيبة؟ بالطبع تكون نتيجة طيبة، لأن من الأستاذ كلما قرب التلميذ إليه أصبح التلميذ يكون مرتاحا بجانب المعلم، وإذا كان التلميذ بعيدا عن المعلم يكون التلميذ يكون في حيرة، ويكون قد يصاب بالتوحد أو شيء هذا القبيل. ونرى أن التلميذ هنا يرى الأستاذ هو موجهه ومرشده إلى شيء، ويرى أنه هو أو نعرفه يرى أنه هو القدوة الحسنة بالنسبة إليه. ما هي الرسالة التي توجهها لرجال التربية والتعليم عموما؟ الرسالة التي توجهها إلى التربية والتعليم أن يروا التلميذ أو يروا مؤسسة التربية على أنها ليست وسيلة لجمع المال فقط، بل هي وسيلة لنشر العلم والثقافة والأدب والأخلاق ما بين جميع أفراد المجتمع، لأن المجتمع يبدأ من هذا التلميذ الصغير. إذا نشرت فيه حب التعاون وحب التشاور والتراحم بين أفراده، يصبح يكون عائلة متراحمة، ويصبح مجتمعنا مجتمعا، نقول أن مجتمعا جليلا في تواده وتراحمه.